طيب برضو يا احمد عايز اسالك عن ايه اللي هيحصل بقى خلال الفتره اللي جايه، بمعنى انه خلاص الدوري فاضل فيه مباراتين، بعد نهايه المباراتين دول هنبتدي النادي الاهلي هيبتدي يفكر بقى، بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب، بعض اللاعبين هياخدوا اجازه، وبعدين تبتدي تفكر في كاس مصر. من وجهه نظرك كيف يرتب النادي الاهلي للفتره القادمه؟ طبعا اكيد النادي الاهلي يعني لو لا قدر الله يعني البطوله بتاعه الدوري راحت، اكيد هتفكر بقى انت عندك 3 بطولات في الفتره الجايه، عندك كاس مصر وعندك السوبر المصري وعندك السوبر الافريقي. بس في نقطه مهمه وفي وجهه نظر عندي في الموضوع ده مهمه جدا. انت دلوقتي عندك ماتشين منتخب مصر، ماتش يوم 1 مع انجولا وماتش يوم 5 مع الجابون، بعد كده عندك فتره من يوم 5/9 لغايه يوم 24/9 اللي هي مباراه السوبر الافريقي اللي هي قدام الرجاء. فعندك كام فتره؟ عندك 19 يوم في الفتره دي. هنا اتحاد الكوره هيعمل ايه في المباريات بتاعه كاس مصر في الفتره دي؟ هل هيضغط النادي الاهلي؟ نتمنى ان ما يحصلش زي ما حصل في الدوري. النادي الاهلي خسر الدوري بسبب ضغط المباريات، او اقترب من خساره الدوري بسبب ضغط المباريات وبسبب الاخطاء التحكيميه. فنتمنى ان ما يحصلش. اكيد طبعا ما كناش برضو غير موفقين في بعض المباريات، ولكن ضغط المباريات. يا كابتن اسلام اتفرج على مباراه المصري الاخيره، اكرم توفيق اللي هو اعلى ورك ريت في الفريق في مصر كلها تقريبا، بعد جريتين ما عادش قادر يجري، قفشه بقى له ماتشين برضو بدنيا، كل اللعيبه يعني اغلب اللعيبه خلاص. ده بسبب ايه؟ بسبب ضغط المباريات. وبالتالي بطالب يعني احنا عندنا ماتش يوم 1، ماتش منتخب مصر ماتش عنده يوم 1 ويوم 5. يوم 5 ده انت هتبقى في الجابون. حلو. عندك من يوم 5 ليوم 24 19 يوم، فهو ده المتوقع ان يتعمل فيه كاس مصر. اقصى حاجه تحط فيها 3 ماتشات بس، ما ينفعش، لان ما ينفعش تحط فيها النهائي. اقصى حاجه للنادي الاهلي 3 ماتشات بس، اللي هي ايه؟ ماتش انبي في دور ال 16، وماتش بيراميدز في دور الثمانيه، وماتش بتروجيت في نص النهائي. ده لو النادي الاهلي طبعا كمل برضه، عشان ايه؟ بس ده اقصى حاجه بتتحط للنادي الاهلي 3 مباريات في هذه ما ينفعش اكتر من 3 مباريات. لو اتحط اكتر من 3 مباريات يبقى انت بتعمل ضغط، يبقى انت برضه بتدمر لعيبه النادي الاهلي وبتدمر لعيبه يعني انت منتخب مصر. لانه انت منتخب مصر، انت لعيبه النهارده يوم الجمعه هيخلصوا، السبت هيبقى في معسكر منتخب، هيفضلوا في المعسكر لغايه يوم 1/9 يلعبوا المباراه الاولى، وبعدين يسافروا الثانيه في الجابون، يسافروا ثاني يوم يلعبوا في الجابون. وهقول لحضرتك على حاجه كمان، مفيش ازمه اصلا من كلامك. وين الازمه اصلا؟ الازمه ان انت ممكن تحط 4 ماتشات عايز تخلص فاينل قبل السوبر، لان اصلا يعني اذا ان شاء الله باذن الله باذن النادي الاهلي صار في الطريق بتاعه بشكل عادي مفيش مشاكل. وطبعا نادي الزمالك عنده سيمي فاينل قدام اسوان، فاعتقد مباراه يعني مباراه النهائي ما ينفعش تتحط طبعًا في الفترة قبل طبعًا السوبر الأفريقي. ما ينفعش طبعًا. لازم تدي للنادي الأهلي فترة راحة كويسة قبل السوبر، قبل ما يسافروا يروحوا طبعًا يلعبوا مع رجاء المغربي. دي مهمة جدا، ما ينفعش إن أنت تحط ال4 ماتشات. لا يلدغ المؤمن. وهنا حتى الآن الجدول ما تحطش بعد السوبر هيبقى في منتخب تاني. لا، هتحط بعد كده نهائي كأس مصر، المفروض نهائي كأس مصر، وبعد كده عندك السوبر المصري اللي هو قبل الدوري. هو الدوري لم يتم تحديده كل ده لسه ما تمش تحديد حاجه. بتاع الاهلي والجيش الاهلي والجيش احنا ما لعبناهوش. فكل الحاجات دي غامضه. طب الجديد هنلعبه امتى؟ لا لسه بقى مش معروف. بس انا بتكلم على الفتره اللي هي المهمه قوي، اللي هي بتاعت انت ممكن يعني احنا مش عايزين نزلوا النادي الاهلي في الفتره دي. ما تلعبنيش كل 3 ايام ماتش في الفتره اللي هي من يوم 5 ليوم 24. لا انت عارف ده لو حصل ما ينفعش. انت عارف ده لو حصل هيبقى معناه ايه؟ معناه ان في ال5 6 اللي هيروحوا المنتخب، او 7 9 10 لعيبه من النادي الاهلي، يعني احتمال كبير يبقى منتخب مصر 90% ان انت تشوف اللعيبه دي بتلعب بشكل كويس في اولا في كاس مصر لو تتاليت المباريات او في السوبر الافريقي. لان اللعيبه دي هقول لحضرتك كمان برضو على اخرها في 9 لعيبه، 9 لعيبه برضو المرشحين يعني يروحوا: الشناوي، ايمن اشرف، اكرم توفيق، السوليه، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، قفشه، محمد شريف. 9 لعيبه. ياسر ابراهيم وكهربا اخذ منهم الباسبورات تحسبا لاصابه اي حد ممكن يضمهم. لكن في 9 لعيبه دول الاقرب، هو لسه مش رسمي بس دول الاقرب. وعندك علي معلول في منتخب تونس، وعندك ديانج في منتخب مالي، وعندك بواليا كمان. يعني فانت عندك كل اللعيبه دي، انت هيرجعوا يوم 5، ما تحطليش بقى ماتش يوم 8 وتزنوا النادي الاهلي. اللعيبه هترجع امتى؟ واحد زي معلول ده هياخد له يوم، واحد زي ديانج ده بياخد يومين زياده مع بالي يرجع لانه جاي من مالي. لا وانت نفسك المنتخب نفسه، ما هو المنتخب هيلعب هناك يوم 5 في الجابون، صح؟ في الجابون يوم 5 في الجابون، ويوم 1 في انجولا هنا في القاهره. يوم 1 انجولا في القاهره، خلاص مش مشكله. لكن انا بتكلم على يوم 5 في الجابون،
مش هترجع تاني يوم. طياره خاصه ما اعرفش طياره خاصه ولا مش حتى خاصة. لو رجعوا طياره خاصه انت لازم برضو ما انت عندك معلول وعندك ديان قبل ما تلعبش قبل يوم 10 يعني على الاقل يبقى في 4 ايام ما بين الماتش والماتش او 5 ايام، لكن ما ينفعش كل 48 ساعه. والكلام اللي كان بيحصل في الدوري ده خلى اللعيبه ماتت، خلى اللعيبه مش قادره تجري. ما ينفعش الكلام ده. ده نقطه مهمه جدا نبص لقدام. وحتى الان اتحاد الكره لم يعلن الجدول. جدول المباريات فين لغايه دلوقتي؟ ليه ما تمش الاعلان على الفتره دي؟